بتاريخ 17 نوفمبر عام 2011 احتشد مجموعة من ممثلين منظمات المجتمع المدني وأبناء عدن ومناصرهم في قضايا الحق المدني للدفاع عن آخر متنفس يتمثل في الواقعة البحرية في الخليج الأمامي في عدن، وهي المساحة المحاذية لفندق مركيور وما بينها وبين سوق عدن التجاري الدولي عدن مول. طبعا مبعثنا لهذه الوقفات كان علمنا بأن هناك مساعي محمومة للاستيلاء على هذه الواقعة، وللمتأمل القادم من خارج شبه الجزيرة لا يرى، عندما لا يرى جزيرة صيرة وإطلالتها الأيقونية لا يمكن أن يتعرف على مدينة عدن. وفي تلك الجلسات أو في تلك الوقفة تم إعلان بيان منظمات المجتمع المدني وأبناء مدينة عدن بأحقية المدينة للحفاظ على هذا المتنفس. نعود إلى مبدأ الوقفات، نحن ندافع عن شيء كبير يتمثل في سوء استخدام الأراضي كونها تمثل موارد طبيعية ومقومات أصيلة تنموية تضمن الاستدامة في هذا الجزء من المدينة. تم تشكيل فريق لتسيير عمل هذه الوقفات، وتم الاتفاق على أن يكون يوظف هذا الحشد بواقع 3 وقفات أسبوعياً، وبلغت عدد الوقفات لو يمكنكم أن تتخيلوها تجاوزت أكثر من 150 وقفة. وخلال هذه الفترة تمكننا بوسائل التوعية التي كانت تقوم بها منظمات المجتمع المدني في الجانب التاريخي والجيولوجي والبيئي والهندسي، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الخيرية، من الحفاظ على هذا الزخم. وتم رفع مذكرة قانونية لتثبيت هذا الحق لمدينة عدن. عقدت نشاطات مختلفة لتجسيد أحقية أبناء المدينة بهذا المتنفس، ومنها الملتقيات الشبابية والمحاضرات والمسابقات والمعارض وكذلك الفنون التشكيلية، إلى درجة أننا تعمدنا أو ارتأينا لابد من المشاركة المجتمعية الفاعلة عن طريق إعلان مسابقة لإعداد مخطط عام لهذه المنطقة لتأكيد هذه الخاصية. هذه بعض النشاطات ومن ضمنها مباراة كرة القدم للأشبال. طبعا خلال الوقفات لم تكن سهلة، ولكن السلمية والرصانة والحشود الفاعلة التي تولدت لديها قناعة راسخة بهذا الحق الذي لا يعتدي على حق الآخرين، فمن حق المواطن في مدينة عدن أن يرى البحر، ومن حقه أن يستنشق هواء نقي. عدن شبه جزيرة بركانية عمرها أكثر من 5.5 مليون سنة، وهناك من الشواهد والأوابد التي أكدت أن من سكن هذه المدينة أحسن استغلال مواردها الطبيعية والبيئية حتى ارتقى بها إلى مصاف المدينة العالمية التي اشتهرت في خطوط الملاحة الدولية. الصور الحديثة تبين مدى الاكتظاظ وبعد الشقة ما بين اليابسة والجبل، وهذا الفعل يؤدي إلى اختلال كبير في خصائص المدينة البيئية، إذ أن نسيم البحر لا يمكن أن يتقدم. لذلك في خلال فترات الحر الصيف القائض تكون المدينة مختنقة، ناهيك عن أن متطلبات استخدامات الأراضي المتعارف عليها دوليا يعني تؤكد على أنه يجب أن يكون هناك متنفس، ويجب أن يكون هناك فضاءات
ولذلك لخدمة الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمدينة. طبعا أشهر شيء مميز في مدينة عدن هو فوهة بركان عدن. من الجميل أن نعرف أو من المفيد أن نعرف أن عدن مدينة مخططة، وعملت أو عدت مخططات توجيهية عامة وتفصيلية ودراسات شاركت فيها منظمات دولية لأهمية المدينة طبعا، ومنها الماستر بلان أو المخطط التوجيهي العام لعدن الكبرى 2005-2025، وهي وثيقة مقررة من كل الأطر الرسمية حتى مجلس الوزراء في شهر ديسمبر عام 2006. لذلك تعتبر هذه الركيزة التي بموجبها يمكن النهوض بمدينة عدن اقتصاديا إذا ما تم حسن استخدامات الأراضي والموارد البيئية. طبعا الجزء المهم في مدينة عدن أنها شبه جزيرة محاصرة في البحر، لذلك لم يعتدي الأجداد على خصوصية هذه المدينة، فوضعت أو تم الاستفادة من الأراضي الرطبة، وهي من ضمن المكنونات التي تجعل عدن مدينة مميزة. وأبشركم أن هذه الأراضي الرطبة وغيرها من المناطق البحرية الساحلية المجاورة تم إعلانها كمحميات دولية، لأنها تمثل أحد موائل الطيور في طريق الهجرة العالمية للطيور. ناهيك عن الوظيفة الاقتصادية للمملاح، بل الوظيفة الاستراتيجية لأحواض الملح والأراضي الرطبة التي للأسف يعتقد أنه يمكن استقطاعها لليابسة من البحر لليابسة لإقامة مشاريع. وإذا كان ميناء عدن هو مركز المخطط التوجيهي العام للنهوض بالوظيفة الاقتصادية والمكانية لمدينة عدن، فإذا تم تحويل البحر إلى مسطحات يابسة فلذلك الخطر الاستراتيجي على مستقبل ومصير عدن. من ضمن النماذج الراقية التي ممكن أن نرتقي بها ونروج لها كصهاريج عدن، ونحن من القناعة بمكان بأن الصهاريج يجب أن تتخذ مرتبة عالمية، بل يجب أن تعلن بأنها أشهر أثر حي في العالم، لأنه الأثر الوحيد في العالم الذي لا زال يؤدي دورا وظيفيا مستمرا حتى الآن. وعندما تم الاعتداء على عدوات السائلات ومحاور الأودية تفاقمت المخاطر. الأرض بطبيعتها معرضة لأنواء ومخاطر وتقلبات، ولكن عندما يحسن الإنسان استخدام الأرض وتوظيفها تشكل مقومات، أحد مقومات النهضة والتنمية المستدامة. هذه صورة مؤلمة لكارثة سيول 1993، عندما أرسلت رسالة استغاثة من مطار عدن الدولي الذي غمر بالماء وقطع عن الملاحة الدولية لمدة أسبوعين. فحضر أحد ممثلين منظمات الإرصاد العالمي WMO البروفيسور سيرجي بيانس، وقال إن مصير المدينة مهدد إذا ما تم السطو أو الاستيلاء أو تغيير استخدام الأرض في هذه المنطقة، وصرح بأنه رأى أعجب أثر في العالم في هضبة عدن وصهاريج الطويلة. للأسف الاعتداءات والاستقطاعات للحصول على بقعة أرض كيفما اتفق في أي مكان، وهذا لا يستقيم، إذ أنه في المرحلة في البداية وفي النهاية يؤدي إلى انتكاس المشروع الاستثماري، ناهيك ما يسببه من أضرار قد لا تكون قابلة للاستعادة، لأنه من الأضرار البيئية والنتائج السلبية الكارثية للفعل السلبي في اتجاه البيئة أن هناك أضرار لا يمكن معالجتها وتكلف الكثير، بل إنها تفقد المنطقة المورد الطبيعي الذي يمكن أن يخدم أغراض التنمية المستدامة. للأسف هناك من مشاريع الدولة اللي هي إعادة إعمار السدود في الهضبة أدى إلى طمس الهوية، إلى طمس المعلم وتغيير الوظيفة.
وهذا ينذر بخلل كبير جدا. والحمد لله الدراسات قائمة الآن لتدارك مثل هذه الأخطاء. عندنا أحد أشهر وأكثر الأمثلة يعني كارثية اللي هي السوق الشعبية في السيلة. هذا مثل صارخ في سوء استخدام الأرض عندما صرفت تصاريح للباعة الشعبيين للبقاء في السيلة وتناسوا بأن هذه السيلة هي آخر قطاع حيوي لتفيض مياه السيل عندما تتقدم من أعالي الجبال. وكما يقول المثل الشعبي: طريق السيل للسيل وإن طال أمده. تعرضت هذه المنطقة، هذا السوق الشعبي بين قوسين، إلى عدة كوارث، حتى أنه صرح أحد المحافظين السابقين بأنه تكررت الحوادث في هذا السوق ويجب التفكير جديا في نقله إلى مكان مناسب. طبعا الانزلاقات وغيرها من المشاريع التي تبنتها الدولة هي تأهيل 12 مركز من مراكز الجذب السياحي في مدينة عدن، ومن ضمنها مشروع المجلس التشريعي الذي يعتبر أقدم برلمان في شبه الجزيرة العربية 1954. ولكن بالمقابل تم إقامة أو التصريح بإقامة برج لمؤسسة التأمينات، برج رسمي، فهذا يغطي أو يطمس أو يحجب الرؤية بالنسبة لمشروع من تمويل الدولة، ناهيك أنه يزيد الكثافة في مرور السيارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عنق الزجاجة لمدينة عدن. أيقونة عدن البحرية، قلعة صيرة، هذه التشوهات وهذه الجروح الموجودة على جانبيها وفي خاصرتها للأسف بدافع الاستحواذ على قطعة أرض لبناء عشوائي. وهناك للأسف من المشاريع من تجرأ بأنه يكسر طرف الشمالي لشبه الجزيرة، لجزيرة صيرة التي أصبحت أرض في اليابسة، وأدى ذلك إلى تغيير تيارات الهواء لأنها كانت مصدات للرياح وكواسر الأمواج، وكانت الحاضنة والحامية الطبيعية والبشرية لأقدم ميناء في عدن ألا وهو ميناء صيرة. طبعا من الأمثلة العالمية والناس تتعلم، في سان فرانسيسكو المدينة الحديثة بنيت على خط زلازل طوله 900 كيلومتر يسمى سان أندرياس فولت، وهذا الزلزال وهذا الخط يشهد دورات زلزالية دورية على مدى 70 سنة، حتى أنه العالم الذي أسس مقياس الزلازل البروفيسور ريختر قال: نحن نعيش في وقت مستعار. وعندما ناقشوا أن هذه الوضعية قالوا: هذا يدل على لا مبالاة المخططين. فلذلك الأمم والشعوب تتدارك خطايا أخطائها لكي لا تكلفها الكثير. والتغييرات المناخية الأخيرة أدت إلى ظهور كوارث أو حدوث كوارث مثل كارثة التسونامي التي حصلت في إندونيسيا عام 2004. وهذه صورة المقارنة بأن التسونامي الذي حصل في 2004 ممكن هناك وضعية شبيهة إلى درجة بعيدة بينها وبين أجزاء كبيرة جدا من شواطئ مدينة عدن التي هي مهددة بالغمر. فلنحسن استخدامه. نحن نرى أن هذه الوقفات شكلت دافعا للأكاديميين والباحثين والجمعيات النوعية التخصصية التي كانت تروج لفكرتها في الدفاع عن هذه المتنفسات في محافل مغلقة، ولكن عندما انتشرنا وحشدنا هذا الحشد وجدنا أن هناك استجابة. وأبشركم صدر قرار من نيابة الأموال العامة بتوقيف المشروع وأخرجت القرارات المخفية التي كانت مخفية يعني لحاجة في نفس يعقوب من إدراك السلطات المحلية. وتقدمنا خطوة بأننا وضعنا المخطط لأننا نرى عدن يمكن أن تكون مكان أفضل للعيش بهذا الشكل، وهذا هو المخطط المقترح. وستستمر الوقفات
براءة للذمة وتأكيد حبا لعدن المدينة والإنسان، وشكرا.